ولنقاش الملف السوري والجولة الجديدة من مفاوضات أستانا ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية الباحث السياسي حسن النيفي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين. سيد حسن، بعد هذه الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا لإيجاد حلول للأزمة السورية، ما الجديد الذي ستناقشه الوفود المشاركة اليوم في ظل تقاطع المصالح بين القوى الفاعلة في الملف السوري وهذه الأزمة التي طالت؟ مسار أستانا بالأصل والذي انطلق منذ مطلع العام 2017 كانوا قد قيل عنه آنذاك إنه مسار يصب جهده على الشأن الميداني وعلى المسائل الإنسانية كوقف إطلاق النار وقضايا المعتقلين وفك الحصار عن المدن المحاصرة، إلا أنه خلال 16 جلسة مضت هذا المسار كانت مآلاته ونتائجه كارثية بالنسبة إلى السوريين. فتحت هذه الشعارات استطاع نظام الأسد أو مكنته روسيا من استعادة كافة المناطق، وتم تهجير سكان الغوطة الشرقية وسكان القلمون وسكان كفرنبل وبقية يعني أكثر من 2 مليون نازح سوري نزحوا من بيوتهم نتيجة هذا المسار الكارثي. وهذا اللقاء 17 لمسار أستانا لا أعتقد أنه سوف يختلف عن ما سبقه من اللقاءات، ذلك أن هذا المسار بالأصل هو يخدم مصالح الجهات الراعية وليس مصلحة السوريين. يعني الدول الراعية لهذا المسار تركيا روسيا وإيران هي بينها تقاطع مصالح، وهذه المصالح ليست بالضرورة أن تكون على الأرض السورية وإنما هي خارج سوريا. أما الطرف السوري فهو غائب، الممثلون الذين يذهبون ويحضرون هذه المفاوضات عن سوريا هم ليسوا أصحاب قرار. أما ما يقال بأن هذه الجلسة سوف تعمل على التهدئة، الطيران الروسي يوميا يقصف السوريين، يقصف جبل الزاوية ويقصف ريف حلب الغربي. لو كان هناك يعني أدنى أو معطيات بسيطة لوقف إطلاق النار لتوقف الطيران الروسي وطيران النظام عن استهداف المخيمات، عن استهداف المدنيين السوريين. ولكن كما قلت قبل قليل أن هذا المسار هو مسار عبثي وقد كانت له نتائج كارثية على السوريين، وبالتالي سوف نفاجأ ربما يوم غد، وكما اعتدنا في المرات السابقة ببيان يؤكد كالعادة على وحدة وسيادة الأراضي السورية وحرص الجميع على القرار تنفيذ القرار 2254 والوصول إلى حل سياسي، إلا أن هذه الشعارات أو هذا البيان المرتقب لن يتميز عما سبقه من بيانات. أعتقد الفاعل الحقيقي على الأرض السورية غائب، كما أن الطرف الدولي المؤثر وأعني الولايات المتحدة الأمريكية هي غائبة. وبغياب هذين الطرفين، الطرف السوري الفاعل والطرف الأمريكي، أعتقد لا يعني أحد يرتجي نتائج إيجابية أو فاعلة من هكذا. في هذا السياق سيد حسن، كيف يفسر استمرار هذه المسارات التفاوضية سواء أستانا اليوم أو جنيف بالأمس وعقد الجولة بعد الأخرى دون تحقيق أي إنجازات؟ لماذا تستمر هذه المفاوضات إذن؟ تستمر لأنها تخدم نظام بشار الأسد وتخدم الروس، لأنها تعطيهم المزيد من الوقت لاستثمار الوقت، بينما على الطرف الآخر هم يمارسون حلولهم الأمنية. يعني النظام وبدعم مطلق من الروس هو يقصف المدنيين، هو يحقق المزيد من التقدم على الأرض على حساب قوى المعارضة التي تخلت عنها الأطراف الدولية جميعا. ولكن من ناحية شكلية يقول للمجتمع الدولي بأنني أنا وافق على القرارات الأممية ويحضر اللقاءات، ولكن لقاءات صحيح يحضر اللقاءات سواء على مسار جنيف أو أستانا، ولكن بدون أي نتيجة. هناك مماطلة، هناك نوع من استثمار الوقت، وفي غياب الرادع، يعني لا يوجد هناك قوى دولية تردع النظام وتردع الروس،
في غياب هذا الرادع يستمر نظام الأسد بقتل السوريين ويستمر الجرح السوري نزفا. ما مدى إمكانية أن تلتقي الأطراف الضامنة أو الأطراف المشاركة في هذا المسار في أستانا باعتباره مسار عسكري بين قوسين، أن تتفق جميعا على مصلحة المدنيين وحماية المدنيين والحد من سقوط المزيد منهم؟ يعني هناك أولوية بالنسبة لهذه الأطراف الراعية الراعي لأستانا، الأولوية هي مصالحها، مصالحها كدول، ثم ربما يأتي لاحقا مصلحة المدنيين. وحتى الآن هناك خلاف واضح بين الجانب الروسي وبين الجانب التركي. الروس يريدون السيطرة على مدينة إدلب كاملة ليمكنوا النظام من السيطرة على ما أمكن من الجغرافيا السورية، بينما تركيا ترفض ذلك لأن تقدم النظام إلى إدلب وإلى تلك المناطق سوف يؤدي إلى كوارث إنسانية هائلة، بالتالي لا قدرة لتركيا على تحملها. هذا التضارب في المصالح ربما هو الذي يحول دون أي اتفاق ينتظر من هكذا اللقاءات. هل يمكن التوصل على الأقل لاتفاق بين الجانب الروسي الذي يصر على الحصار ومنع دخول المساعدات لمناطق المعارضة؟ يعني هذا مسألة المساعدات كان قد بحثها بوتين مع بايدن في أيار الماضي، وأعتقد أنه هناك نوع من التفاهم الأمريكي الروسي على دخول المساعدات، ويتوقع أنها سوف تستمر بالدخول، ولكن يدخل قسم منها عن طريق نظام بشار الأسد. هذه هي شبه صفقة، يعني رخاوة القبضة الاقتصادية عن بشار الأسد مقابل السماح بدخول نوع من المساعدات، وهي كنوع من الحل المؤقت، ولا يمكن يعني أن تسهم في رفع المعاناة أو التخفيف من شدة المعاناة التي يعانيها السوريون في الداخل السوري. شكرا جزيلا لكم الباحث والسياسي حسن النيفي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب تركيا.